المشكلة مش نتنياهو فقط، يعني فشل المقاومة الفلسطينية هو مطلب عربي صهيوني، يعني جزء من العرب طالبين أن المقاومة تفشل. وكذلك أنه حتى ربما بعض الناس يتساءلوا، حتى إيران لا تريد للمقاومة الانتصار، يعني يريدوا تبقى ثم مقاومة لكن لا يريدون لها الانتصار، ما لا يريدون أنه المقاومة بتاع غزة تسرق منهم الأضواء بتاع المقاومة. هم نجحوا في العراق أنه جعلوا العملاء بتاعهم الناس اللي كانوا يقاتلوا في المقاومين وقاتلوا لجانب الأمريكان، نجحوا أنه ردوهم هم أبطال، في حين أنه المقاومين اللي كانوا يقاوموا في الاحتلال الأمريكي منظور إليهم كإرهابيين، نجحوا في ذلك. نجحوا في تشويه صورة المقاومة الأفغانية، أنه الأفغان هذوما متعصبين، هذوما كذا، هذه الطالبان، هذه إلى آخره، هذه إلى آخره. نجحوا الدعاية، ماكينة الدعاية الشيعية الإيرانية نجحت. في غزة صعب عليهم ينجحوا، هم جربوا من الأول. اللي يتابع متابعة دقيقة، الشهرين الأولى إيران بدأت تسرب أنه اللي صنع حماس صنعها نتنياهو وصنعتها إسرائيل. بعدين لما شافوا الصمود خلطوا، أمرت الميليشيات متاعهم بدأت تضرب. لو تتذكروا الحوثي 4 شهور ما تحركش، ونصر الله شهرين ولا شهر ونص ما تحركش، باش بعد بل على احتشام كل مرة يرمي كرتوش. وقتها شافوا المقاومة أني صمدت. فمشكلة المقاومة الفلسطينية أنه الناس كل تحبها تفشل، الغرب يحبهم يفشلوا، الصهاينة يحبهم يفشلوا، والجوار العربي يحبهم يفشلوا، أو في طليعتهم مصر والإمارات، هذه الدول تحب المقاومة الفلسطينية تفشل، وهذا المشكلة متاع المقاومة. لكن اللي يدفع في الثمن حقيقة هي إسرائيل، يعني إسرائيل تدفع ثمن من جنودها ومن اقتصادها ومن سمعتها أمام العالم. فإلى متى سيعاندون هذا سنراه، يعني لا أعتقد أنها ستطول أكثر مما طالت.